صرح أشهر تاجر مجوهرات في المغرب في أحد المواقع الإخبارية بعد الضجة التي خلفها صاحب قولة إكشوان إكنوان الذي ظهر رفقة زوجته يحكيان عن علاقتهما، وهذا الأخير قد آداهم خاتم من الألماس تبلغ قيمته 17,000 درهم في زفافهما. لا تنسوا الاشتراك في القناة حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ أنت تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.